أسفرت انتخابات مجلس إدارة جمعية الصحفيين عن فوز السيدة عهدية أحمد برئاسة مجلس الإدارة. هذا وكانت جمعية الصحفيين البحرية قد شهدت مشاركة ما يزيد على 250 عضوا فيها لانتخاب رئيس جديد لها وتحديد هوية 8 أعضاء في مجلس إدارة الجمعية، ممن سيسعون خلال عامين إلى تطوير العمل الإعلامي في البحرين. بروح الإبقاء على مبادئ ميثاق العمل الصحفي والحفاظ على شرف المهنة المدافعة عن صوت الوطن وهموم مواطنيه، تأتي انتخابات جمعية الصحفيين البحرينية من جديد ليتسنى لكتاب الحرف وناسجي قوافل الكلمات ضمان علو الرسالة التي يحملها الإعلام كنصير للحق وأداة لها تأثيرها الإيجابي على المجتمع إن وظفت بالشكل الصحيح. فاللي بيدشون الحين مجلس الإدارة واللي يحظون بثقة الصحفيين أعتقد عليهم واجب أكثر من سابقيهم، لأن الحين بدأت الأمور تزداد بالنسبة للصحافة، بدأوا الصحفيين أكثر، فيحتاج برنامج متكامل. يعني اللي يحط لي البرنامج المفروض يعتمد عليه. ما هي المواضيع التي من الواجب التركيز عليها من خلال مجلس؟ يعني احنا مثلا موضوع الاسكان الصحفيين تأخر وايد، موضوع رواتب الصحفيين يحتاج الى شغل، موضوع يعني نتكلم عن موضوع الخلافات واللي قاعدة تصير تحتاج انها تركز عليها، بعدين قانون الصحافة الجديد تحتاج انك انت تخلصه الحين. مرشحان يتنافسان على نيل منصب الرئيس وثمان مقاعد للأعضاء يتسابق على الظفر فيها 12 مرشحا من مختلف وسائل الإعلام البحرينية المرئية والمسموعة والمقروءة منها. سعيد جدا أنه متاح المشاركة للصحفيين البحرينيين وغير البحرينيين مع الزملاء هون. شفت الأسماء المترشحة ما شاء الله عنهم كلهم كفاءات، واثق جدا أنه اللي راح يوصل لمجلس إدارة جمعية الصحفيين سواء كرئيس أو كأعضاء مجلس إدارة راح يمثلوا الصحفيين غير خير تمثيل، وسنتين قادمين نحن معاهم إن شاء الله بكل الفعاليات وبكل الأنشطة اللي راح يعملوها. لا مكاسب شخصية في ثقافة الترشح، فالإقدام على هذه الخطوة دائما ما يحدوها حرص كبير على خدمة المجال الإعلامي في البحرين وتطويره بالمستوى المهني والثقافي للصحفيين، فضلا عن رعاية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم والعمل على ضمان الحرية اللازمة لهم لأداء واجبهم على الوجه الأمثل. مسألة الترشح هي مفتوحة حق أي عضو، ما في احتكار حق مجموعة معينة، ولكن لابد أن أي شخص يقدم روحه للانتخابات لابد أنه يكون ملم وعنده ثقافة ومعلومات واسعة ومتابعة لجميع الأحداث اللي تحدث على مستوى الوطن العربي والعالم. هذه بغض النظر عن البحرين، أنه لابد أنه يكون موجود في كل حدث موجود. يعني ما يزيد على 250 ناخب وناخبة ممن يعملون في مجال الإعلام ستكون كلمتهم هي الفصل في اختيار التكوينة المثلى لجمعية الصحفيين البحرينية بحلتها الجديدة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.